ميرسي بوكو، الله يحفظك. لحقاش مزيان هذا السؤال الاخر باش نقول له الحلم ديالي وكنت قلتها وباقي تنقولها، ولا لقيت فريمون ان فري سيناريست ان فري رياليزاتور. الحلم ديالي هو لعب الدور ديال المرحوم العربي باطل. هذا هو الحلم ديالي وقلتها وباقي تنعاودها، خصوصا بان في البدايه ديالي انا كانوا تيصح واحد، كان عندي الشعر شويه وكاين واحد الشباب وتيقولوا لي باك ما تعرفوش سميتي سعيد بيت، تقولوا لي واش انت من العائله ديال باطل. هذا من الادوار اللي تنحلم نديرها.